كتار قول كثر ما فيش تضيع في جوج حراسة ومبارك عليهم غير داروا اوتيلا بعد العشرية يدخلوا الفلوس بعد الدولار استاذ لا اله الا الله. مساء الخير. احنا الان امام مستشفى القرب زيو، كاين مواطنين اللي واقفين عند الباب واللي بالنسبه للمبلغ من خلال الاعوان ديال الحراسه بانه ما كاينش طبيب وما كيتسمح حتى لحد باش يدخل السبيطار. هذه رسالة كنوجهها للسيد الباشا، هذه رسالة كنوجهها للسيد الباشا ديال المدينة ديال زايو باعتباره هو المنسق ديال المصالح وباعتباره بالمعني بالوضعية ديال هاد المواطنين اللي راهم واقفين أمام المستشفى، منهم مواطنة في حالة حرجة، منهم مواطنة في حالة حرجة تقف الآن أمام بوابة مستشفى القرب ولا أحد يوجد في المستشفى. ما معنى هذه الحجرة؟ السيد الباشا راه الرسالة موجهة ليك باعتبارك منسق ديال المصالح ديال المدينة، والرسالة عبرك كنوجهها للسيد العامل ديال الإقليم ديال المدينة ديال الناظور، وكنوجهو كذلك الرسالة للسيدة المندوبة ديال وزارة الصحة، والسيدة المديرة ديال المستشفى ديال الحسني بن ناظور. الله يهنيك. في هذه الحالة، في هذه الوضعية هذه، وفي هذه الدقائق توجد مواطنة في حالة حرجة، كثير من الآلام تشكوه، وكاين مواطن آخر حتى هو كذلك في حالة حرجة، ولكن لا أحد يوجد لاستقبال هؤلاء المواطنين والمواطنة. السيد الباشا ممكن نتساهلوا في أشياء، ممكن نتساهلوا في مجموعة ديال الأشياء اللي كتعني المدينة ديال زايو، ولكن نستاهنوا بالحياة ديال المواطنين وهي الحق المقدس واللي كيكفلوا الدستور، ضمانات الدستورية واللي كتكفلوا المواثيق الدولية ديال حقوق الإنسان. أنا كنعتقد بأنها هذه جريمة، وهذا واحد النوع ديال الإمعان في الاحتقار ديال الساكنة ديال مدينة زايو. السيد الباشا معني بالحياة ديال هاد المواطنة اللي راها الآن قاب قوسين أو أدنى. بغيناك إلا كان ممكن تتدخل لدى المصالح ديال وزارة الصحة على المستوى ديال الإقليم ديال الناظور. ما معنى سبيطار بحجم ديال هاد المالية، ما بغيتش نقول ما معنى حجم مستشفى بحجم ديال هاد الزرادي وديال هاد الأضواء، بعدا إلا ما كانش طبيب على الأقل طفيو الأضواء، على الأقل طفيو هاد الأضواء باش ما نكونش عندنا الامال ونقولوا نكذبوا على راسنا ونقولوا راه عندنا. سدوا هاد البيبان وطفيوا هاد الاضواء، اقتصدوا على الاناره الا ما كاينش حد اللي غادي يستقبل المواطنين. ارجوك سيد الباشا، حياه مواطنه في خطر، حياه مواطنه في خطر. سيد الباشا انت معني في هاد الحاله هذه، وهاد الرسالة اللي كنوجهها لك بصفتك حقوقي من داخل الصفحة الرسمية ديال الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، كنحملك المسؤولية في حالة التقصير
وفي حالة تهديد أو كل ما يمكنه يهدد الحياة ديال هاد المرأة. وغدا في الصباح غادي نصبحوا أمام كارثة. أنا كنحملك المسؤولية، لأنه بالنسبة لي وبالنسبة للمسؤولية اللي ملقاة على العاتق ديالك، هو أنك صيفتك سلطة محلية ولا المسؤول الأول ديال خليفة العامل في هذه المدينة هذه. أنا كنصيفط لك هذه الرسالة وكنقول لك حياة مواطنة كتجاوز السن ديالها 60 عام أو 65 عام، وقفت عليها وعاينت الوضعية ديالها في حالة حرجة تتهددها كل الأخطار وقد تلقى حتفها في هذه اللحظات إلى ما درتش الواجب ديالك. أنا ما بغيتش نوجه رسالتي مباشرة للسيد المديرة، ما بغيتش نوجه رسالتي للسيد المندوب ديال الصحة، بغيت نوجه رسالتي ليك كمسؤول ديال السلطة المحلية، كمندوب ديال الحكومة المغربية، هاد الحكومة اللي وعدتنا بأنه غادي نكونوا مزيان، هاد الحكومة اللي كذبت على المغاربة في شتنبر الماضي وقالت لهم بأنه الأوضاع غادي تحسن في المغرب. أنا كنبلغك بصفتي الحقوقية إبراهيم العبداللهوي نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وطنيا وعضو المكتب المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، كنطوق العنق ديالك بهاد المسؤولية وبهاد الحياة ديال هاد المواطنة وهاد المواطن اللي راه واقف هنايا أمام الباب ديال المستشفى. من ما تفوتنيش باش نحيي هاد الأعوان ديال الحراسة اللي راهم واقفين على الباب، لأنه أنا شخصيا كنحس بالحجم ديال الآلام وبالحجم ديال ممكن يتعرضوا لامتهان ديال الكرامة، لأنه في أي لحظة كيجي مواطن كيعتقد بأنه هاد الحارس هو اللي حرمه من العلاج. ولكن حنا بالنسبة لنا كمسؤولين ما يمكن إلا نحيي هاد الأعوان ديال الحراسة اللي واقفين عند الباب، وما عرفتش شكون اللي عطاهم التعليمات، لانه حتى السياره اللي كتحمل المريض قال لك اعذروا لنا ما تدخل شيء. كتوجد واحد الممرضه لداخل وكنقدر الظروف ديالها، لانه كذلك حتى هي ما يمكن شيء تفحص المريضه وما يمكن شيء تعطي لنا ادويه وما يمكن شيء دير لنا تدخل الا تحت الوصيه والرعايه والمسؤوليه ديال الطبيب. إلا ما كانش عندكم طبيب، إلا ما كانش عندكم طاقم طبي، غلقوا هاد السبيطارة صاحبي، طفيو هاد الحجم ديال الأضواء اللي لا داز من هنا شي حد من وجدان لا غادي للناظور غادي يقول بأنه أحسن مستشفى راه كاين في المدينة ديال زايو. ما معنى هاد الكذيب والضحك على الدوقول؟ ما معنى هاد الأضواء بحال عندكم لافوار في هاد المستشفى؟ بحال عندكم لافوار في هاد المستشفى ولكن الباب ديالو مسدود؟ ما فهمتش هاد النوع ديال ما فهمتش هاد النوع ديال المسؤوليه. ها هي مريضه، ها هي مريضه وحده اخرى، هذه المراه معكم اللي مريضه، وماشي مره ولا، ها هي وضعيه اخرى كتوصل في هاد اللحظات. شحال جيت اخويا هاد النهار؟ انا كنخدم الفوضى دائما، غادي جاي شحال من كثره كنجيب الليل ما كنصيبوش حتى واحد هنايا. ها انت كتسمع السيد الباشا، ها انت كتسمع السيد الباشا، انا راه كنعلن الاعتصام ديالي، كنعلن الاعتصام ديالي هاد الليله، وان اضطريت نبات في وضعيه ديال الاعتصام الى حين يجاوبني السيد الباشا. حنا كننتظروا من السيد الباشا باعتبارو انت كتمثل الحكومة المغربية، انت كتمثل اخنوش عندنا في الزايو. بغيت نقول لك بانه حياة مواطنين، انت كتشوف، انتم كتشوفوا، هاي السيارة واقفة، هو الحارس كيعتذر، هاي السيارة غادي ترجع للوراء، ها انتم كتلاحظوا، ها انت لاحظ السيد الباشا، ها هي المريضة في 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 وضعية حرجة. ها هي شنو قال لك؟ توجه الحسني. ها هي الرسالة ديالنا،
قالوا له توجه للحسني. اذا مزيان باش نمشيو حنا نضربوا 40 كيلومتر، مزيان نمشيو نضربوا 40 كيلومتر باش نوصلوا واحد المريض. الا كنا غادي نضطروا نديروا هذا السفر ديال 40 كيلومتر، واش هذه اللي راها في حاله يرثى لها؟ وقف استاذ هنا، وقف واحد الخمسه ديال الدقائق. واش هاد الوضعيه اللي راها فيها هاد الانسان؟ الا إيه مشينا ديناها وما وصلتناش حتى مولاي، ما وصلتناش حتى سلوان. نسمعها هي حاله كيقول لك بانها ايرجون ياك. ها هي فاقده الوعي السيد الباشا. هذا هو المغرب الجديد. هذه هي الشعارات. هذه هي ضحك على الدقون. ها انت كتشوف السيد الباشا بعينك. انا كنحملك المسؤوليه. انا كنحملك المسؤوليه السيد الباشا. انا كنقول لك بانه حياه مواطنه، حياه مواطنتين على الاقل الان راهم امام المستشفى في وضعيه حرجه لا قدر الله. واش غدا غادي نصبحوا ندفنوا مواطنه فقط لانها ما لقاتش شي طبيب؟ واش غدا غادي نصبحوا نبكيو لانه ما لقيناش المستشفى؟ واش غدا غادي نكونوا امام كارثه موجعه لانه ما لقيناش اللي يتحمل المسؤوليه ديالو؟ هاد الناس اللي كيتغبنوا وما كيلقاوش اللي يدخل في هاد الوضعيه الصعبه من طاقم طبي راهم ضحايا تقصير في المسؤوليه يا السيد الباشا. الله يجازيك بخير. انا عبرك وحتى ذوك الناس المدونين وحتى ذوك الناس الاجهزه ديال الدوله المتنوعه المختلفه اللي كيواكبوا هاد الصفحه واللي كيعسوا على هاد الصفحه وكيحضيوا هاد الصفحه، كنقول لهم دونوا محضر حتى في هاد النزيله. ما تبقاوش تحضيو غير الحقوقيين تجروهم الى داروا ما تبقاوش تحضيو غير الناس اللي كتحتج وديروا لهم المحاضر وديروا المحاكم. حتى هاد الوضعيه راه انت المخبر، انت الاجهزه الامنيه المختلطه المتنوعه، بغيتك حتى هاد الرساله تنقلها وتبلغ المسؤولين على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني بانه كاين كارثه حقيقيه كاين كارثه حقيقيه في المدينه ديال زيو. ما عرفتش واش هذه مقبره، ما عرفتش واش بغيتي تقتلونا قبل الاجل، ما عرفتش واش هذه سياسه كتعاقبوا بها مدينه زيو، ما عرفتش واش هذه الحراك اللي عرفته مدينه زيو في جوج مارس، ما عرفتش شنو هو هذا الاسلوب، ما عرفتش انا كيفاش السيد الباشا كتسترخص حياه مواطنه. بالنسبه للسيد وزير العدل قال لك باه عنده الفلوس داه قراه في الخارج، واللي عنده الفلوس كيدي ولده للخارج، وهاد المغاربه الفقراء اللي عندكم في المدينه ديال زيو وما عندوش شي باه لاباس عليه. معليش ما ماشي مشكل. السيد الباشا انا كان خاطبك لانه انت هو المسؤول الاول والخليفه ديال السيد العامل. انا كان اعتبر بانه السيد العامل معين من طرف الملك وعنده صلاحيات واسعه وبامكانه بهاتف يحضر الان الطبيب ويقدم المساعده. انا كنناشدك السيد الباشا في اطار المسؤوليات الملقاه على عاتقك باعتبارك الخليفه ديال العامل، باعتبارك المندوب ديال الحكومه وممثلها على المدينه ديال زيو، انا بصفتي لعبد الله وابراهيم كحقوقي بغيت ناشدك ونقول لك حياه مواطنين الان مهدده في المدينه ديال زيو. هادشي راه بزاف، هادشي راه واحد الحقره، هادشي واحد راه نوع ديال التقتيل ديال المواطنين والمواطنات. رجائي فيك سيد الباشا ورجائي في جميع الاجهزه اللي كتصنط واللي كترقب هذه الصفحه هذه ومختلف الاجهزه بكل تلويناتها ديال الدوله، هذه رساله لكم. بغيتكم تحركوا الهواتف وتخبروا المسؤولين تاعكم بانه ها هي الوضعيه الحقيقيه ديال مدينه زيو، وهذه هي المقبره اللي كيموتوا فيها النساء واللي كيموتوا. شحال من مرأة ماتت في الطريق،
شحال من مواطن مات في الطريق، شحال من طفل ما كتبلوش الله باش يكون في هذا الوجود، لان محامل وما لقات شيء اللي تستقبله. رجائي مره اخرى، هذه بالنسبه ليا كنصيفطها لك كرساله، وكنتحمل فيها كامل المسؤوليه بصفتي حقوقي وفاء المسؤوليات الملقات على عاتقي، حيث انا اختاريت باش نكون ناشط حقوقي. ومن اهم ومن اقدس الحقوق اللي خصني ندافع عليها هي الحق في الحياه. مواطنتين راني صورتهم لك قبلا وشفتهم فاقدين الوعي، كيتواجدوا الان. انا كناشد ساكنه ديال مدينه زيو، المناضلين الاحرار الشرفاء، باش يلتحقوا بينا في هاد الساعه امام المستشفى باش نديروا ليله بيضاء حفاظا وتحصينا لحياه مواطنين راهم كيموتوا في هاد اللحظه هذه. ندائي الان كنوجهه للساكنه ديال مدينه زيو، الاحرار والشرفاء، راك دابا الان جالس في الدار ديالك، ولكن ممكن غدا او لا غدا نهزوك انت في الطوموبيل تجي فاقد الوعي. بغيتك الان تحضر لهاد المستشفى باش نحاولوا هاد النهار نوقفوا معاهم البيضه في الطاس. انا كنقول لكم الا كان ها انتم تشوفوا الحجم ديال هاد الاناره اللي راها الان، علاش راكو خاسرين الاضواء؟ علاش راكو خاسرين كلها هاد الاضواء؟ طفيو هاد الاضواء، اقتصدوا في الطاقه. الا كان هذا ماشي السبيطار وما فيش اللي يقدم الخدمات، انا كناشدكم غلقوه باش على الاقل المواطنين ديال زيو يقطعوا الياس ويقولوا الحمد لله ما عندناش مستشفى. وديك الساعه غادي نبقاو نقلبوا على شنو، على الحلول اللي ممكن نديروها. راه الناس كتموت في زيو، كياكلوا الزعتر وكيشربوا الحنه وما عرفت شنو هي ديال الاساليب البدائيه اللي كيعتمدوا عليها، لانه ما لقاوش طبيب اللي يمدهم في هذه المساعده. الا كنتوا فعلا الدوله لما قامت الدنيا ولم تقعدها، لانه كاين فيروس وربما كاين تخوف من الفيروس ومن عوده الفيروس، انا كنقول لكم بانه هالمستشفى وهالواقع ديالو، كنحيي الاعوان ديال الحراسه اللي راهم واقفين في الباب، كنحيي على نوع التعريض ديالهم، الاهانه والامتهان الكرامه ديالهم، لانه اي مواطن غادي يجي دابا وغادي يقول له في الباب ما كاين شيء، غادي يعتقد بانه الحارس هو اللي ما خلاش، هو اللي حرمه من العلاج. كنعلن كذلك التحيه ديالي لهاد الممرضه اللي راها الان متواجده داخل المستشفى، وكنقدر الظروف ديالها والمسؤوليه الملقات عليها، لانها تحت هي تحت طائله المتابعه الا كانت مدات شي دواء ولا دارت شي تدخل خارج لا 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 خارج المسؤوليه ديال الطبيب. ممرضه شكرا موجوده في البلاصه ديالها، ولكن تحت الامره ديال الطبيب كتشتغل هي. كنحييها اللي راه متواجده، كنحيي هاد الحراس، وكنقول لكم فين هو الطبيب اللي مسؤول واللي يقدر يفك هاد الحالات هادي. كنجدد الرساله ديالي، وكنعتبر هاد الرساله بمثابه رساله ومناشده للسيد الباشا. الى السيد الباشا راك ناعس في الدار ديالك وراك مامن على وليداتك، حتى انا مامن على وليداتي، لانه ممكن حتى انا موظف وعندي الميتيال، والا مرضت لي المدام ولا مرضت لي الوليد كنديه للسبيطار ديال الخاص وكنداويه، وما يعنينيش ربما كاع هذا السبيطار، ولكن يحز في نفسي ويؤلمني الا كنت انا لقيت الدواء لانه عندي الميتيال. راه كاين الناس اللي ما لقاتش هاي الدواء الاستاذ وما عندوش دابا، فضل هاد المازوت كيدير 1500، شكون غادي يديك؟ راه خصو 25000 فرنك باش غادي يدير كورسا لاقليم الناظور او لاقليم بركان. واش الناس ما عندهاش تا باش تشري لا 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 دوليبران ديال 2000 فرنك ولا ديال 1500 وغتقول لي اودي دابا هز السياره ديال وكري السياره ومشي سير للطبيب. السيد الباشا على عاتقك وعلى مسؤوليتك كتوقع مسؤوليه ديال الحياه اللي كتهدد هاد المواطنتين او هاد ثلاثه ديال المواطنين اللي راهم الان قرب المستشفى. غادي نتوقف على البث في انتظار التدخل ديالكم السيد الباشا، لانه انت المسؤول الاول، انت هو اللي كتمثل لينا علينا هنا اخنوش في المدينه ديال زيو، انت الناطق الرسمي باسم الحكومه، انت الخليفه ديال العامل ديال المدينه ديال الناظور.
رجاء 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 مزيان. هاي وصلت الشرطة، هاي وصلت الشرطة مزيان، هاي وصلت الشرطة مزيان، ولكن احنا ما محتاجين شيء. مزيان هاي وصلت الشرطة، احنا بغينا الرسالة. هاي سيارة أخرى، هانتوما كنبلغك السيد باشا بالصورة. هاي واحد السيارة واحدة أخرى تنقل مواطنة، عرفت ولا جوج ديال المواطنات، حالة خطيرة، وغادي نشوفوا حتى هو الاستقبال ديالهم. هادو ها هما دخلوا للمستشفى، غادي نشوفوا شنو كيدار. السيد الباشا صيفتي كحقوقي بالمدينة ديال زيو، كان ناشدك باش تحمل المسؤولية ديالك، كان ناشدك باش تحمل المسؤولية ديالك. السيد الباشا كان ناشدك باش تحمل المسؤولية ديالك. ها هو حتى هاد المريضة، عندك مريض ياك؟ ها؟ اه صافي صافي. السيد الباشا ها هي وضعية ديال واحد المريضة أخرى، ها سيارة أخرى نازلة. ها أنت تفرج السيد الباشا، ها أنت تفرج السيد الباشا، هذه سيارة أخرى. صباح صباح السيد الباشا، ها هي سيارة أخرى عندها تحية مريض، بغيناك تحمل المسؤولية ديالك، بغيناك السيد الباشا تحمل المسؤولية ديالك. أنا قلت لك راني كنعلن المبيت ديالي أمام المستشفى دفاعا عن حق هاد المواطنين اللي راهم الآن في حالة خطر، واللي كتهددهم أي كارثة في هاد اللحظة هذه. كان ناشدك السيد الباشا باش دير المجهود وباش تكون وفي، لا 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 لا، على الأقل على الأقل انسجم مع الخطاب الملك الرسمي واللي علنوا من داخل المؤسسة ديال البرلمان في الافتتاح ديالها، وقال لكم اللي بقى يخدم وباغي يخدم مرحبا به، اللي ما قادش يخدم سيدة المديرة وهاد الناس ديال الصحة حتى لهاد الدرجة هادي. أنا كنحملك السيد الباشا بكل احترام وكل تقدير المهام ديالك ولشخصك، ولكن كيفرض عليا في هذه الساعه هذه باش نوجه لك هذا النداء، لانه الان تم الاتصال بيا من داخل المنزل ديالي وقالوا لي بانه راه كاين حالات. السي عبد اللهوي كحقوقي بغيناك تازرنا في هذه اللحظه هذه، غادي نوقف وغادي نحاول نرجع لهذا الفيديو باش نقول لكم واش كاين شي تدخل او لا. لا حياة لمن تنادي. شكرا للمتتبعين، حاولوا ديروا البارتاج معايا الهد، وكان ناشد الساكنة ديال المدينة ديال زيو اللي ما تكتفيش، لأنه دابا راك مخشي في المالطة وراه لاباس عليك حيت راك بصحتك، راك غدا غادي تكون مهدد في الحياة ديالك وغتجي لهذا السبيطار، أولا غادي تجي تنسي السيدة لهذا السبيطار وما غاديش تلقاي حد. شكرا جزيلا لكل من تجاوب معنا، شكرا جزيلا لكل الأجهزة اللي حركت الهواتف ديالها في هذه اللحظة هذه باش تدخل من أجل إنقاذ حياة مواطنات ومواطن راهم قاب قوسين أو أدنى من كل خطر في هذه اللحظة هذه. شكرا جزيلا، ومع كامل الاحترام والتقدير للسيد الباشا، وبالنسبة للطاقم الصحي أنا كنقول لهم بأنه ما هكذا تورد الإبل، وسدوا علينا هاد السبيطار وطفيوا الاضواء ديالو وقطعونا الياس. تحياتي.